من الواضح أن قرارين 27/12 و 27/20 لم يحقق النتائج المرجوة، وأن المساعدات لا تلبي الحد الأدنى للفلسطينيين. علينا أن نعترف أن وقف إطلاق النار وحده، وقف إطلاق النار وحده هو ما يحقق الهدف المنشود. سيد الرئيس، إن الوضع الحالي يفرض على الجميع، مثل ما أكده رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، العمل على إعلاء مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ووضع حد للظلم التاريخي المسلط عليه. سيد الرئيس، إن شعوب منطقتنا كانت ولا تزال تنظر إلى مجلس الأمن باعتباره عنوان الشرعية الدولية، لكنه مع الأسف خذلها مرة أخرى. إن رسالتنا اليوم لكم هي أنه على المجموعة الدولية أن تتجاوب مع مطالب وقف القتل الذي يستهدف الفلسطينيين، وذلك من خلال المطالبة بوقف إطلاق النار فورا، وأنه على من يعرقل ذلك أن يراجع سياسته وحساباته، لأن القرارات الخاطئة لليوم تحسد منطقتنا والعالم نتائجها غدا، عنفا وعدم استقرار. فأسألوا أنفسكم وضمائركم عن نتائج قراراتكم، وكيف سيحكم عليكم التاريخ. سيد الرئيس، قبل أن أختم أقول للجميع أننا سندفن شهدائنا هذا المساء برفح، بغزة، بكل فلسطين، وأن الجزائر ستعود غدا باسم الأمة العربية وباسم الأمة الإسلامية وباسم أحرار العالم، ومعنا أرواح الآلاف من الأبرياء التي أزهقها المحتل الإسرائيلي من دون حساب ولا عقاب. ستعود الجزائر لتدق أبواب مجلس الأمن مرة أخرى وتطالب بوقف
حمام الدم في فلسطين، ولن نتوقف حتى يتحمل هذا المجلس كامل مسؤولياته ويفرض وقفا إطلاق النار فوريا، فإن لنا نفوسا لا تمل وعزيمة لا تكل، وشكراً.